اللغة الأمازيغية تنضم إلى دائرة اللغات الرقمية في العالم، وذلك بعد إدماجها في ويندوز 8، برنامج سيمكن مستخدم الحاسوب من القيام بمجموعة من العمليات في مقدمتها الكتابة واستقبال النصوص بحرف تيفيناغ. المحتوى المغربي وقع فيه واحد التغيير، واللغة الأمازيغية دخلت كلغة رسمية في المغرب. بغينا نواكبوا هذا التغيير اللي وقع في المغرب، كيفاش ندخلوا التيفيناغ اللي هو الحروف اللي تستعمل اللغة الأمازيغية في ويندوز 8. هم طلبة مهتمون باللغة الأمازيغية في لقاء مباشر مع مسؤول شركة مايكروسوفت بالدار البيضاء، الهدف الاستفسار عن الإمكانيات التي يتيحها برنامج ويندوز 8. كنت الا بغيت نكتب بالحروف الامازيغيه كنحتاج واحد البلوجين كان اجوتي عندي في الاورديناتور ديالي عادي يمكن لي نخدم، ولو دوكيمون كنلقى فيه صعوبه الا بغيت نصيفطو لشي واحد باغ ايميل ولا شمي. اما في الويندوز 8 كيولي ولات الحرف ديال تيفيناغ ولا كومباتيبل مع الويندوز. الفكره ديال مايكروسوفت انها دخلت الحرف تيفيناغ في ويندوز 8، هذا هو اللي سهل الميموريا، لان كان من قبل جميع الجمعيات كيلقاو صعوبات كبيره انهم يديروا في اللافتات ديالهم تيفيناغ، وكيسهل الميموريا على الباحثين، وكيسهل الميموريا على الطلبه، وكيسهل الميموريا على الناس ديال الماستر. ادخال الامازيغيه الى الحاسوب خطوه اخرى نحو مسايرتها لمحيطها اللغوي وتشجيع الانتاج الفكري والادبي بها باعتبارها لغه لكل المغاربه.